عدنا من جديد بعد هذا الفاصل الى بلاتو سريع سبور. المقدمه والدخله كانت طويله ياسر ولكن تستحق، لانه اليوم تهميش الشبان نتاعنا، تهميش صغيراتنا في كل الجمعيات، راه مش كان في جرزونه للامانه. كل نواقيس الخطر شعلت وضربت، وقتاش باش ناخفوا ونهيئوا الارضيه الطيبه لتكوين جيل قادر انه يحمل هالمشعل في كل الاختصاصات في هذا الوطن العزيز. الله يرحم الولي المتوفي وربي يستر صغيراتنا في كل الجمعيات وفي كل الاختصاصات. سي يوسف دائما مكبش الدخله نتاعو، دخلت سي يوسف ثم لنا عوده. شنو مكبش؟ معناها الدخله نتاعك حقك، مكبش حقك اخويا حقك. لا حقي لا يا اخويا، انا مش حقك الدخله؟ لا لا في حقي انا، تكلمنا في حاجات اللي هي مهمه مهمه، اما انا حبيت في الدخله نتاعي حبيت نتكلم على المدربين الثوريين، معناها اللي عملوا ثوره في كره القدم. معناها هذا معناها في تونس ولا خارج تونس؟ في العالم. ما عندناش في تونس ثوريين معناها. انا نتكلم على العالم. خلينا في تونس. انا نتكلم على كره قدم. انا نتكلم على كره قدم. مو احنا مو نمشيو على نتبعوا، مو نتبعوا. مو نتبعوا احنا. طبعا. نتكلموا على المدربين اللي هو عملوا معناها نقله نوعيه، نقله نوعيه كبيره، مش هو وفاش النوعيه على مستوى الكوتي تكتيك، وللكره ديما في تطور صح. نبداو فيها من لي زاني 60 قبل لي 60 اللي كانت لونغري هي كي دوميني لو فوتبول بوندون 3 و 4 و 5 ان سورتو بعد الكوب دي مونت 58، خاطر فما وخيانا صغار اللي ما يعرفوا، مش ما يعرفوش التاريخ، ما عاشوش فتره ما يعرفوش التاريخ للامانه. المجر المجر المجر, المجر هو كونه معنا ابو لونترنور غوستا كوستازيف سيبس اللي هذا عمل 4-2-4، عمل 4-2-4 سورتو ان 58 معناها كيفاش باش يضادد لي بريزيليان في الـ في الـ في التكنيك نتاعهم، خاطر البرازيليان التكنيك نتاعهم اني نتاعهم كي ايزون دوميني لو فوتبول مونديال صحيح. هكا وقتها فما بعدها كاين فما دي زونترونور تدريجيا يجي بعده روني اللي هو سيتا هولندي عمل لو فوتبول توتال. لا بلاك سامحني، يجي هيريرا ايطاليا، هيريرا نتاع ايطاليا شمل يلا كري معناها لو ماركاج انديفيدويل اي لا كونتر اتاك، واللي ايطاليا عملت معناها بيريود كبيره ياسر وهزت الكوب دي موند. معناها هكا وقتها الفوتبول وداير اكبر تكتيك اللي لتو قاعد فالابل هو لا كونتر اتاك، لكن الكونتر اتاك تغيرت بعد لا كونتر اتاك يجي لو فوتبول توتال. لو فوتبول توتال جابوا روني هكا نزيد نقراها بالكدا ميشيل سي هولندي اي هولندي رونيس عمل فوتبول توتال كي دوميني لو فوتبول توتال يطلب برشا انرجي كل واحد ما عندوش بقعه وتلقى ليكيب ديما اون بوزيسيون معناها اون ايكيليبر ولعبت كل داير ان 74 لعبت فينال فيها كريف اي كومباني. بعدها كان جا ساكي ساكي لا كري لا ديفونس دو زون ومن لو بريسينغ من اورينتي الموجه بريسينغ اورينتي. شوف شوف التطور في هذايا. بعد هذا يجي كرويف اللي خلق لو جو اوفنسيف بازي سور لو بوسيسيون دو لا بال. هنا ديما فما تطور، ديما فما التطور. بعد هيك شكون يخلط؟ يخلط بيبي كوارديولا اكتويلمون، وبعد بيتي كوارديولا فما كلوب معناها يورجن كلوب روجن كلوب، وفما دي زونترونور اللي قاعدين ديما يتطوروا. وعلاش يتطوروا؟ لان كلهم يرشيرش لكوتي ريزولتا. وهنا وين التطور؟ في الانتيليجونس كوليكتيف. انا بشوف الانسان معناها كي علاش يقول لك لونترونور ذكاء جماعي. هنا علاش قلت هذايا انا؟ قلت لو ما نقيموا انترونور ماهيش بالتيتر وماهوش بالفيكتوار. كي تقيم انترنور تقيمو على فلسفته، على افكاره. كيفاش؟ خاطر تلقى انترنور يعمل ريزولتا وعلى مستوى يعمل في الريزولتا اي وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى الفكر الفكر الكروي. خاطر الفوتبول سي كوا؟ سي نار صح فن. لازم تكون انت عندك
التفكير هذايا باش تستنبط تكتيسيان تكتيسيان وتخرج من الامور هذه الكل. حكيتي على كرة القدم في العالم، حكيتي على التدريب اللي هو فن، نحن كتوانسفين في هذا الكل، عناش فنانين، عناش ديتكتيسيان في تونس، اعطينا اسماء اللي عملوا ثورة على مستوى كرة القدم التونسية سيوس، لأن المشاهد يحب يعرف شكون المدرب اللي قادر باش يغير طريق أو مسار الفكر التدريبي في تونس، عناش الأسماء هذه. شوف يا خالد، تفضل تقول لي عنا نقول لك عنا، لكن كي نقول لك انا عنا يلزمني نثبت لك اللي انا عنا، وهكا ولا لا؟ انت تعرف عشت تعرف لا نجم نثبت لك انا، اما انا حتى كي نثبت لك ما نقنعكش. علاش باش تقنعني؟ خلي الجمهور لا حتى الجمهور باش نقنعوا انا الجمهور بالامور الملموسه، اما انا كي وقت اللي الجمهور هو يقيم في الانترنار، الجمهور هو يقيم الانترنار، هو اللي ينحي وهو اللي يحط. الجمهور يقول لك هذا انترنار وهذايا عنده برشة تترات الفيسبوك ينحي ويحط. لا لا توا هكا انت كي تحكي على الايتا اكتويل نتاعك، كي تحكي لي لا انا كما تحكي لي انا كمدرب انا عندي نقول لك فما توانسه. اعطينا اسماء بين القديم والجديد، يجب كي نعطيك اسماء بين القديم والجديد، نعطيك الثابت نقول لك علاش هكا تشاهد فيهم وتفرش فيهم. كي نقول لك انا علاش يلزمني نعطيك حاجه تثبت، انا ما نجمش نعطيك حاجه تثبت على خاطر احنا ما فماش شامبيونات قيمناه depuis des décennies، ما نقيمو حتى شامبيونا ونقيمو المدرب على خاطر ربح. باهي يا سيدي بعين الملاحظ، مازال هو عندك سنوات التبع في بروبليس، والمدرب اللي يخسر هو مش باهي. بربي سامحني، المدرب اللي يربح هو الباهي، وهو اكثر سامحني فريد اكثر من الحالات هو العكس. يعني الجمهور ضر الكره في تونس يا خالد، متلومش عليه يا خالد، الجمهور متلومش عليه، الجمهور هو يقيم لونترونور حسب النتيجه، يقيم الريزلتا، ما دخل الجمهور في اخذ القرار. يا يوسف كونت يا خالد عايش خويا سامحني، ما تخرجنيش راس مع الجمهور. ليه انا نكلم فيك، انا اعطيتك اكزامبل اللي عملوا ثوره في كره القدم العالميه، حبوا في تونس لو حاجه يوسف في تونس. سامحني ما يا خالد تسال في سؤال غلط، يلا مسيل صلح لي سؤالي، خلنا ندور مسيل شيء مسيل اش نقدر نحكيك على ممرنين رانا 5 و6 سنين في جمعيات، الـ 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 الافكار والثوره اللي عملها خذا فيها وقتها وعملها هو معيق حتى خذا دو شامبيونز ليغ. سامحني يا سي خالد يا اخي، تحب تقيم ممرن انت وتحب تقيم افكار ممرن وتحب تقيم ثوره اللي باش يعملها ممرن في اشهره، فين هذا فين صارت؟ دايرو نحكيو اليوم على ممرنين اللي يسميهم سيوس، كل واحد فيهم عنده 6 و7 و8 سنين في جمعيه، بطبيعة الحال باش يجسد الافكار نتاعو، بطبيعة الحال باش يعمل ثوره في الاكيب هذيك، وبطبيعة الحال باش يجيب حاجه جديده في ولكن احنا التوانسه تحكي على التوانسه، ما عاد شوف ما عندنا حتى علاقه بالميدان تاع التدريب، احنا التوانسه المدرب عامل يومي بالحق، راهو بالله سامحني بالحق يا سيدي، عمناول في السيزون تاع عمناول شكون ممرن ما تبدلش؟ شكون جمعي ما بدلش ممرن؟ حتى واحد وسنا 12 في البلاي اوف، 12 مدرب وسنا عايش خويا، 3 في الافريقي توا هاو تنحى نبيل وتنحى محمد. يا سي خالد وسنا بدلوا كل تقريبا، بلا سامحني تحكي على تحصل في سيوس وتقول شكون الممرن اللي في تونس اللي عمل الحاجات هذا؟ ما تكفيش بون صار قبل سي فريد في تاريخ كره قدم التونسيه من الاجانب اللي احدثوا ثوره في كره قدم ونقله نوعيه، اون بو بارلي دو كريستيك في النادي الصفاقسي، فابيو في النادي الافريقي، معروفين عملوا نقله معينه، ثم التوانسه اللي عملوا التوانسه فما عملوا اللي عملوا نقله لكره القدم التونسيه، معناها 3 توانسه جوريتيان تروانو على الاقل، اللي هما عبد الرحمن بن عزدين، العربي الزواوي، اي عامر حيزم، وخذوا وقتهم في جمعيات، وزيد معاهم سي شادلي بن سليمان، هذوما في اخر الستينات بدايه السبعينات هما اللي هيئوا ما بعد طريق السبعينات وما بعد السبعينات لكرة القدم التونسية. وقت صارت ريبتور مع ما هيئوهما في آخر الثمانينات بداية التسعينات، ثم دخول الاحتراف هو اللي هزنا في فراش آخر، ما هيئنا له حتى شيء، هيئنا له إقالة المدربين والبريم تحت الدوش والفلوس وهم من الشبان. هذا على خاطر سعد باخي قبل كان الممرن التونسي نجم يقعد في جمعية 3 و4 سنين، هي اليوم الممرن التونسي يقعد 3 و4 سنين، فرق بين 3 و4 سنين وبين 3 و4 سنين. انت عملت نهارين في سليمان،
مش 40 تاريخ لا نحكي لك نحكي لك خالد معناتها ما تنجمش الممرض معاك طبق الفكره نتاعك ولكن شو نحكي انا 4 سنين هذوما سيرس علاش تحت السؤال هذا على قلت لك يقوم سؤال عندنا جيل 2005 لا لا اعطيت اسم تو اعطيت اسم احترامات اعطيت اسم الفريق فريق قعد نعرف لا 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 مش على اعطيت قبل هذا الاسم انت اعطيته اسم مدرب بيان سور اللي هز دو تشامبيونز ليغ دو تشامبيونز ليغ انت مثلت معناها اعطيت معناها علاش قلت لك الريزلتا انت قيمت لونترونور على الريزلتا لا على كونتينيتي تسنين قلت له وين السؤال نتاعي ثلاث سنوات الترجي راه معين هو سي يوسف يحكي على برنامج لتحقيق نقله معينه في كره قدم انا متفق معاك ونتيجه متفق معاك سي متفق مع سي يوسف انا خمسه سامي بين اجانب بين تواسه معناها هذا عملوه وسجلوا له بالتاريخ ويحفظوا لهم مدرب يجي بور اون بيتيت بيريود ويعمل نتيجه حاجه اخرى معناها ثم ظرفيه هذه نتيجه مي مش خلك بصمه للكوره ككوره في تونس هذا ما اللي كنت تسميه هو سؤالي المجموعه سي عبد تاريخ الكره التونسيه سي عبد الباقي تفضل سي فريد خذ التاريخ على المدى الاوقات الكل صحيح طب تلقى كل ممرن خدم في جمعيه عامين وثلاثه واربعه راهو عمل بصمه كبيره خاطر خذا وقت وهذه صارت معك في قفصه عمل البصمه صارت معك في قفصه صارت معك انت عين على الاقل خاطر قبل قعدت عامين في قفصه شو عملت ثلاث سنين في قفصه سنوات لا مش كان في عمل ما عملت عامين قبل كان الممرن يعمل عامين وثلاثه واربعه او سيوسف شوف خش قاعد في مثلا في الترجي في فرق صح تو ما عادش الممرن عنده متسع من الوقت ولا يصبر عليه باش هو يجسد افكاره ولا باش يعمل ثوره ولا باش يعمل انا باخذ المعلومه نتاعي يا خالد يلا تفضل خالد تو مشيت ديما للمعلومه للريزلتا يا ولدي خوش انا نتكلم فيك اعلى مدربين في العالم عملوا نقله كبيره في الكوره متفق فلسفه جديده قلت لك من 4 2 4 الكاترو تروا للكرة الشين للديفونس دو زون للديفونس انديفيديوال كونتر اتاك للديفونس دو زون بريسيك اورينتي للفوتبول توتال للبوسيسيون دو لابال اي لو جو اوفنسيف للي تو لا ترانزيسيون بالبروغريسيون بالبروغريسيون انت تكلمني على انترونور عمل ريزولتا ما حاجتيش بالانترونور يعمل ريزولتا اللي انت تحبه واللي الجمهور يحبه مش انا نحبه لكن انا كإنسان مولع بالكوره معاك. نحب لونترونور اللي يعطيني شخصيه نتاعو هو على مستوى واضح. تفكير هاو سؤالي ليك كروي هاو سؤالي ليك يوسف وهذاك علاش هاو سؤالي ليك وهذاك علاش انت يوسف كي سالك خالد قال لك باش تعطيني تونس باش تحكي لي على تونس ولا البرة سي نورمال باش نحكي له على برا خاطر ليكزامبل ما عندناش احنا في تونس احنا ما نجموش يكون عندنا ممرن تونسي خدم خمسه وسته سنين في جمعيه باش ينجم يجسد الافكار هذه ويعمل ثوره احنا واضح واضح نجمو نحكيو كان على ليكزامبل نسكر الموضوع هذا ولكن نختم بسؤال معاك ونحبك تجاوبني سي يوسف تفضل انا مادام وصلت سالتك كاين لانك ما شاء الله موسوعه في كره القدم التونسيه وفي التدريب في تونس انت قلت يعني انا قلت التاريخ يقول مش انا نقول مش نجامل فيك هذا التاريخ تفضل ايش عندي في الناس اللي تقول في كلام اخر اليوم نحكي على تاريخ يعني عندك الرؤيه والعين الثاقبه انك تنجم تقول هل المدرب هذا ينجم يكون تكتيك بلغه الكره والا لا اليوم عندنا جينيراسيون خارج على مستوى التدريب في تونس أي. والاسماء كثر للامانه شكون يقنعك من المدربين باش ما نحصلكش واحد برك اعطيني ثلاثه اربع اسماء من المدربين الشباب الموجودين في تونس وقادرين اللي كان عندهم الوقت الوقت ينجموا يحطوا افكار وينهضوا بكره القدم التونسيه على مستوى التدريب الرياضي يا سيدي مش على مستوى النتائج سامحني خويا خالد تفضل من الموقع كمدرب اها ما نجم نقول حتى شيء في زملائي نتاعي ماكش تقول في الاوف باش تشكر نعطيك رايي لا انا في انت باش تشكر علاش ما نهزوش المورال تاع المدربين نتاعي سيدي ميال الكنزاري مال ما نعطيك اسماء وقول لي اي تكتيكيه ولا لا ميل الكنزاري ما توجه في بني ماهر يا خالد والله يا خالد سامحني سي فريد ليس لا نتفاعل معك ما يساش اعطي اسم سي خالد او اعطيه الوقت ما تقولش ماهر كنزاري لا في لا لا ماهر عمل برشا تجارب قول انت ماهر انا قول انت ماهر كنزاري مثلا كان نعطيه خمس سنين تو يجاوبك سي يوسف انا كله ماهر كنزاري شوف مانيش نحكي على الخمس سنوات انت تبارك الله سي فريد عشت في الملاعب وسي يوسف عاش في الملاعب ودربته برشا المنتخبات والنوادي في الداخل وفي الخارج يعني كي تقف على الحد نتاع الميدان وتغزل الجمعيه المنافسه نتاعك تفهم الوقفه نتاع الملاعبيه انه المدرب نتاعها تكتيك وكاسح والا لا واضح جدا حتى وخيانا زاد الزملاء زاد كيف كيف معك 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 نشوف انا اليوم انت من حقك
من حقك انك تعطيني اسماء. اليوم عندك ماهر الكنزالي، عندك سعد الدريتشي، عندك سعيد السيبي، عندك نبيل الكوكي، عندك محمد الكوكي، عندك اسماء في العشريه هذه قاعده تبرز، راهم قادرين يعملوا ثوره هذم. ها كلهم تكتك باختلافات نتصور انا. اما المسؤولين ما حدش جاوبني سيوس، ما حدش احترام في زملائي. لا لا شوف يا خالد، بعيدا عن النقد راهو اليوم يعني اليوم نحكيو على البراني، ما نحكيش على ولد بلادنا. يا خالد تحكي على كفاءات، انت اللي سميتهم كلهم كفاءات، كلهم كفاءات، كلهم قادرين يكونوا هما تكتكة، وهم قادرين كلهم يعملوا ثوره. فقط يا خالد يا شخويا المناخ اللي تبش توفره لهم متعفن. هو المو هذاك الجانب الوحيد اللي باش تعطيه فيه انت الفرصه باش هو يكونفيرمو اللي هو يعمل الشيء اللي قال فريد. يلا كمل الكلمه باش تسكر الموضوع، لانه زاد سي فريد هذوما المدربين اللي عندهم الكفاءه واللي هم التكتيكه، زاد انت شنو وفرت لهم لاعبي يا ولدي؟ لاعبين زاد انت عندك ارضيه كامله، انت عندك فلسفه وعندك افكار. اذا انت ما عندكش الملاعبيه باش تطبق لك الفلسفه نتاعك والافكار نتاعك، ما عندهمش الجوده اللازمه اللي هي انت باش تطبق بها، تولي هنا زاد عندك مشكل. يا سي فهد سي لا ديفيرونس يا سي حمد، هنا سي لا ديفيرونس. ما عندكش ملاعبيه، من الملاعبيه اللي عندك تخلق فريق. شنو قلت لك؟ الانتيليجنس كولكتيف، تخلق فريق اللي يتماشى مع افكارك ومع امكانيات ملاعبيتك. باهي سيوس ما حبش يجاوبني، مش سي عبد الباهي. سي عبد الباهي خاطيني اسماء نتاع مدربين تكتيك كلهم كلهم تكتيكا، اما المسؤولين اقوى منهم في التكتيك. اي صحيح المدربين نتاعنا كلهم تكتيك، لكن المسؤولين. يا راجل انت اش نقول لك حاجه، تونس ملي ما فيها كان المدربين، مليانه بالمدربين، وعندنا با مال دونترونور كي سون كومبيتون في تونس، والدليل انهم كل يخرجوا لبرا ولو البرا الا ويعملوا الكونفيرماسيون انهم قادرين على تحقيق توفر له الظروف ان يقدم كوره باهيه وقدم. راهو مشكلتنا مشكل اساسي، مشكله تاطير، والتاطير يبدا من الهياكل المشرفه سواء كانت في السلطه او خارج السلطه. ما دام التاطير هذا ما توفرش بالنسبه المطلوبه وبالرعايه المطلوبه، تقعد مشاكلنا باقي قائمه وما تتحلش الى قيام عيسى. والله يا خالد زاد فما نقطة أخرى، الناس تتكلم مع المدرب التونسي، لأنه فما حملة على المدرب التونسي. المدرب التونسي ما يوكبش، والمدرب التونسي ما يرسكلش، والمدرب التونسي والمدرب التونسي. لا بالعكس، المدرب التونسي قاعد يتابع ويواكب ويرسكل، وقاعد يخدم في ظروف صعيبة، ومالغريك الظروف صعيبة قاعد يتأقلم وقاعد يجتهد، ونجاحات موجودة كوسوسوا معناتها لي زونترونور تونس اللي قاعدين يرينوا في الداخل او في الخارج، ولا حتى اللي يرينوا في تونس. صحيح صحيح، في الداخل ولا حتى في تونس. دونك راهو شو نقول انا تقلقني حاجه واحده، معناتها الممرين التونس اللي ساعدين هذا متويكا، معناتها جينيراسيون عندنا متويكا، الحاجه اللي تقلق سكو ماهمش قاعدين ياخذوا في وقتهم. المشكل سكو مع ابين يبدا يخدم في جمعيه 3-4 شهور يلقى روحه اوت. عمر سويح عمر سويح يصير ريسيكل وحده في وحده، عمر يمشي ويتبع. سي بون اكزامبل عمر سويح، صحيح واضح جدا. نواصلوا مع المدربين، ونواصلوا مع الناخب الوطني والمدرب الوطني. المنتخب التونسي سافر البارح الى مصر يا سي يوسف لخوض الدوره الدوليه الوديه اللي في مصر. ما نقولوا نحن اعلى الهرم تاع المدرب نتاع نتاع التدريب هو اللي يشد المنتخب. سيدي اليوم عندنا ناخب اسمه سي منصر الوحيشي، وعندنا مدرب تاع منتخب اسمه سي انيس بوسعيدي. ها سيدي عندنا زوج تكتيكه ولا هذوم؟ انت تو تحبني انا ديما نقول في هذا هو الموجود مهما يكون هاكم مدربين المستقبل، لكن انا نعتبر المدرب اللي ياخو النخبه تاعنا لازم يكون عنده الوصائف تاع ان سيليكسيونور، ونوقف بوان على لين عندما بوان على لين. عايش خويا يا سي يوسف كيش صالحو كورتنا اللي كان بوان على لين. نتكلم انا في زملايا مش تكلم، هذا واقع نقدي لكرة قدم تونسية اليوم. من زملايا عايش خويا خالد، من قصد زملايا انا نكون صريح معاك، متحبني نكون صريح معاك؟ واضح. هذوما كان ذكرش تجبد في البلاتو اللي عملناه وقت اللي تعينوا، قلت علاش نزربوا؟ سي عبد الباقي قال هذوما على ذمه الفيدراسيون التونسية لا ديريكسيون تكنيك. تو عطى سؤال قال شبينا ما شاركناش في الجونيور؟ هاو سؤال اللي نرجحوا لك، على خاطر الجونيور ما عندهاش ان سيليكسيونور، ما عندهاش اونترونور. فوضى في الجامعة. سامحني، لونترونور اللي تحط اكتويلمون ما كانش اون اكتيفيتي،
طب كيفاش تحبني انت نقيم انا تعطيني بان انترنور خذا ليكيب ناسيونال؟ ماهوش تقييم. شوف الحالتين هذوما كيفاش تقييم سي يوسف؟ هذايا نقد لواقع مش تقييم. ما نقيمش اداء انا من قلت زملائي مش تقييم. انا من قلت زملائي ننقدوا في الواقع. لا لا انا نقول لا ديزينياسيون دو سيليكسيونور اكتويلمون ماهيش ماشي على قيمه الفريق القومي نتاعنا. وهنا في البلاتو في الزربه هكايا قلت ما احترمناش المنتخب، عطيت قلت ما احترمناش المنتخب. راه ما ننقدش لا في شو اسمه منتصر ولا في انيس انيس با دي تو، لكن اون سيليكسيونور تي دوا ميريتي لو سيليكسيونور، مع احتراماتي لكل اي مدرب تي دوا ميريتي. الور احنا شوف يا خالد عشوائي انا عطيت فلوس ما نفعلوش. لا لا اللي كانت تقول معناها يلزم لو ميريت موجود، هذا ما عندهم ميريتش المنتخب. قلت لك واحد عنده جونيور وهنا في البلاتو هذايا معناها وقت اللي هزينا الكوب نتاع التورنوا نتاع الواحد، قلنا راهم الفين نهزوه. معناها بالنسبه لينا عادي، ما تعتبرش انجاز. راهو الانجاز وقت اللي على لونغ نمشي ونخلط، هذا ما صارش، مازلنا في البدايه. واكبر دليل هنا في البلاتو تكلم على باش سويفي وسويفي، وينو سويفي؟ جاوبني وينو سويفي؟ لا هو يجاوبك مش انا عاد. لا 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 تقول لي هكايا جاوبني وينو سويفي، تنتقد في زميلك. مش ننقد، هو اداره فنيه كامله، اداره فنيه كامله. انا ما نتكلمش على الشخص، انا ما نتكلمش على الشخص، قلت انت هزيت برافو يعطيك الصحه. انا هو يتكلم، قلت له هذا رانا عملناه واستعملت الكلمة بلاتا ولا كل شيء كم هكا قلت بلاتا هذي الكل لبروفوني، ما تعديناش حتى أربعة خمسة شهر لبروفوني. ويني لكيب؟ ويني لكيب؟ فهم شيء بلكش نكذب عليكم. أنا نتكلم من منطلق عشته سنين هيبة المنتخب ناحيناها. شوف يا خال والله كلام عندك، ما نقولش هيبة، نقول البرمجة معناها وتمشي في البرمجه نتاعك وتاكد باش تخلط ما فماش لا كونتينيتي. فهذا اش قلت؟ شوف وهذا اش نفكر؟ هذا اش نفكر يا خالد؟ لا في الشخص هو عمل بارك الله فيه واضح جدا. خلينا هذا ومشينا للكيب ناسيونال اللي هي المساله هذيا سي ان تورنوا اميكال وما عندهاش سويت. واضح جدا الوقت زربنا برشا والماده برشا. انت هاك جاي تو للكونفوكاسيون. لا هاو جاي سي العبد الباقي، لانه اول ما ننطلق في نقد اختيارات الناخب الوطني شفت نقد في نقد من شنو نحن واجبنا نقد. نعم ما ننقدوش نحن. هذا السويفي اللي نحكي عليه، هذا السويفي، هذا السويفي، هذا مش نقد. هذايا خاطر حطيت انسان مدرب مش حكايه كفاءه غير مؤهل. لا لا ما انا شنو قصدي؟ مش هذا قصدي. ما انا شنو سي يوسف؟ قصدي انا نرجع. بلاش شنو هاي؟ بلا خلينا نكمل. تفضل تفضل سي يوسف. خلينا نكمل فكرتي، خلينا نكمل فكرتي. تفضل. باش العباد تفهم. بلا تفضل. انا وقت اللي تكلمت مع بوسعيدي. واضح. نتكلم على ان بروجرام وبروجي لا كونتينيسيدون دون سو بروجرام. باهي. طيب. انت جاتك كا على مستوى ليكيب ناسيونال. المنتخب الاول. اوكي. تو دان كو كي باش تعمل بارتيسيباسيون هذه نتاع اش اسمه الماتش اميكو هذا؟ الماتش اميكو هذا تعملوا في برنامج تحضير للمستقبل ولا لا؟ طبعا اللي جاي باش يسيروا ما عنده حتى تفكير. ولا هيك الرعونية ولا هيك معناه مش منه هو. انا ما قلتش منه هو. مش منه هو، معناه انت اخترت انسان ما يجمش يامنك اللي انت حاجتك به بعد باش تلعب في مواد جوان ماتش نتاع كلي. واضح. قبل ما نمشي ساعة عبد الباقي، قبل ما نمشي ساعة عبد الباقي اخر سؤال. لا لا هنا زربنا يا سي يوسف 40 دقيقة ما نزلوا في الحصة. اصبرني هنا باش نفسر. ما نحكيش دربي. لا 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 تكلم باش تفسر اللي كار، ورانا ما نتكلموش على الشخص. واضح ما نحكيو على الاشخاص، نحن احنا عمرنا ما حكينا على الاشخاص، نحكيو على الصفات نتاع الاشخاص. الشخص نحترموه منتصر الوحيشي صديقي وانيس البوسعايدي صديقي. سؤال ليك انت وجاوبني بايجاز. من له الاحقية في انه يكون ناخب انيس البوسعادي او منصر الوحيش؟ ما نجمش نجاوبك. تحب بكل حريه من واضح واضح واضح، راي محترم جدا. انت تجم تجاوبني سي فريد؟ انا ما نجمش نجاوبك وما نجاوبكش، لكن باش نعطي راي صغير لاكثر اقل. نجم تكون الحقيقه هو المشكل بكله فهوني راهو نجم تكون على مستوى نادي
تحط ستاف تكنيك مؤقتا ولكن على مستوى منتخب تحط ستاف تكنيك. انا كنت نتمنى يكونوا ديزيني ديفينيتيفمون والسلام عليكم، خاطر ماشيين يلعبوا في التورنوا. انا كلي جوار واللي تصور بك انت بالنسبه لي انا ماشي معايا اونترنور بروفيزوار، ما نعرفش شنو لي جوار كيفاش نجم تكون وشنو هي المنفعه اللي نجموا ناخذوها من التورنوا هذه. دونك انا كنت جي بريفير في ايكيب ناسيونال، نحكي مره اخرى في ستاندينغ تاع ايكيب ناسيونال، يا هذا منحطهم ديفينيتيفمون يا ما نحطش مدرب مؤقت. وكاو هذا رايي انا الخاص. او تو جيبها عادش في الكونفوكاسيون هذا ايه، مش مع سي عبد الباقي بالاكيد. جيب بعد مجيب بعد اي باش نحكيو بايجاز، لانه عندنا شويه الوقت باش نحكيو شويه على الاجواء نتاع الدربي مع الكونفوكاسيون. يعني جيتك يا سي عبد يا سي يوسف جيتك، طبعا ما حبيتش تجاوبني على المدربين، تحب تجاوبني على الملاعبيه. ليه هاي الاختيار شكون قام بهم الاختيارات؟ انا قمت بهم، ما قام بهم الناخب الوطني. يجيك التسلسل نتاعك افكار هاك جايته سي يوسف. قبل تقريبا 10 ساعات سي عبد الباقي، قبل 10 ساعات من سفر المنتخب الى مصر، الجامعه التونسيه البارح تهبط بلاغ، على صفحه رسميه تقول وافقنا على مطلب الترجي الرياضي التونسي باش يخلي الملاعبيه نتاعو هنا يحضروا لانه عنده تشامبيونز ليج. يا اخي من الاول ما نعرفوش نحن اللي راهو الجامعه التونسيه والترجي راهي هي اللي تشارك في التشامبيونز ليج، ما نعرفوش اللي الترجي راهي يوم 30 عندها مباراه رسميه تلعب ضد أساكا ميموزا. علاش اليوم ليلة صار لنا نحي في مميش وفي تقاء وفي مرياح؟ علاش هالفوضى هذه؟ أم أنه هو الضغط الإعلامي التي سلط على الجامعة وعلى الناخب الوطني خليهم يعملوا هك؟ سألتني سؤال ما عنديش إجابته والله ما نعرف. انت كنت البدايه، كنت البدايه تعلق. انا تكلمت قبل ما تخرج الليستة، قبل ما تخرج الليستة بعشر ايام قلت ما يلزمش، يلزم وينسى انه ثم الاسبيرانس اصلا في باعتبار الترجي راه يونجاجي في حكايه اخرى وينسى ملعبيه الاسبيرانس من المان. هذا قلت قبل ما تخرج الليستا بعشر ايام، ثم جيت حكايه الليستا وهو اصر على موقفي وكما قلت ومتشبث بكلامي. كانوا اربعه بعد ولا ثلاثه ما نعرفش ليش، زكريا العايب كان موجود والثلاثه هذوما دعوتهم كانت خاطئه والحمد لله انه تصلح الغلط. وكو لانه راهو ثم ناس قال لك راهو تفاهموا معاهم يلعبوا الماتش الاول ويروحوا، هنا تزيد تحل قرب الاخرى، اولا في الجروب بيدو، ثانيا القضيه مش يلعب ماتش ولا زوز، القضيه كما قلت ونعاودها فواياج ورمضان أرهيك. القضيه قضيه مدرب جا جديد في جمعيه حشته بلعبيته باش يحضر، وبالنسبه لي هذه فرصه جاته باش يروشك، لانه اللي يقول الترجي راهو صحيح وصلت للتوب وانترنور جديد وكذا راهو غلط. الانترنور قاعد اللي تونتران دو متر اون بلاس، فكر جديد، لعب جديد كذا، يلزموا اكثر وقت، يلزموا اكثر تمرس، وباش تتمرس اكثر يلزم الملاعبيه الكل تكون على ذمتك. اذا كان الترجي مش يلقى روحه محروم من دو جوار اللي هما ما تجم تعمل فيهم حتى شيء، في الفيفا تقول لك لازمك تسيبهم اولو وتو جاي، على الاقل تروا اللي نجموا نتفاهموا فيهم في تونس خليهم له، خاطر اذا كان مش يحضر لك افيك لابسونس دو سانك تيتولير باش تلعب بعد مع لاسيك، راهو بالك باش تلعب مع حوم عربي، باش تلعب مع لاسيك دابي جون اللي هي تاريخ في كرة القدم الافريقية، يلزم المدرب هذا يقع وقته باش يخدم مع ملاعبيته الكل كان يلزم ويحضر ماتش كوم الفو. هذا هو المنطق شيقول، خاصة وأنه الدورة هذه دورة ودية، وخاصة أنه الملاعبين اللي عيطت لهم عمرهم ما كانوا أبار مريح، عمرهم ما كانوا دي تيتولير عندك. ثم إيش كان ميش بالليل علاش عيط أربع حراس بعد ولاو ثلاثة؟ أنا جايك. ثم كانك جات الماتش أوفيسيال، ماتش دو كاليفيكاسيون لكوب دي موند ولا كوب دافريك، ما نحكيوش معاك، يجي الله غالب ويتعب والناس كلها تتحمل وقتها مي هذا ماتش اميكال. تجي لهنا انت بعد اللي باين لك اللي دعوت مميش تيري بار لي شوفو، مش معناها مميش ما يستحقش، لا مميش يستحق وقدم في مردود طيب وسي بارمي معناها لي توب 3 دي غارديان موجودين في البطوله تو، هذا لا نقاش فيه. ولكن نورمالمون اذا كانك انت يلزمك في الدوره اربعه قولنا كي نحيت مميش ما هو تعيط الجول اخ هكا ولا صح؟ هو عايط اربع اخرين ما فيهمش جول، هاي قول لي من الاول واش معيط له انت اصلا؟ هنا نولي نشك في النوايا بكل صراحه، انا نولي نشك في النوايا ونقول ثم نوايا مقوده في العمليه. سامحني سي عبد الباقي، هوني راهو نحن تو باش نحكيو على هيبه نتاع كيب ناسيونال. للامانه المنتخب التونسي بالنسبه لي انا قاعد يخسر في الهيبه نتاعو في الفتره الاخيره. اولا من البدايه كنا النجم والمليودات هذا منعيطوا لحتى ملاعبي من الترجي، هذا هو يكون لوجيك وما ندخلوش لا في متاهات ولا حتى شيء.
من اليوم اذا كان باش نبداو ليكيب ناسيونال وليكيب ناسيونال اليوم ولات على كارت، وهذا ما يحبش يجي وهذا مستاذن وهذا يعتذر وهذا نعيطوا له ومن بعد نقولوا ما يسالش. لا لا ليكيب ناسيونال يا سعد بيخ دي لو دوبو نعرف ان الترجي عنده دي زونجاجمون كبار واوفيسيال الاولويه نعطيهم للترجي اللي تمثل تونس في الاخير، ثم هي الدوره الدوليه بالعكس فرصه باش انا نعطي فرصه للاعبين اخرين ممكن نشوفهم ممكن ناخذ عليهم ناخذ فكره ممكن يندمجوا بشوي بشوي في المنتخب. لكن يوم منتخب يبدا بقائمه وبملاعبيه يعتذروا هذا اعتذر وهذا اعتذر ودخلنا في العقلية نتاع من نهار اللي اعتذرنا من الأول، قلت أنا في وقت نقاط قلت راه نخاف لا يجي نهار ويولي كل ملاعبي يولي هو يقرر وقتاش يجي ليك ناسيونال. اليوم ولينا نقرروا وقتاش نجيو ليك ناسيونال، واليوم ولينا نعملوا قائمة ومن بعد القائمة هذيك ننقصوا منها ثلاثة وأربعة ملاعبية. تي مو من الأول، مو من الأول نكونوا واضحين مع بعضنا، من الأول نعملوا قائمة اللي ما يصيرش عليها الجدل واللي ما نلقاوش حتى نقاش باش نتراجعوا في القائمه، لانه عيب راهو اليوم تعرف شنو راهو منحينا اربعه جبنا اربعه فما ملاعبيه هذا ما ينجمش يجي والاخر مستاذن ايكيب ناسيونال. ريت علاش قلت انا قبيله، انا كنت نتمنى في المنتخب التونسي راهو اليوم فما مدرب رسمي في المنتخب، لانه منتصر الوحيشي ونيس البوسعادي توانسة ممرنين عندهم الكفاءة وكل شيء وبيان يكونوا رسميا هما ويكون القرار بيديهم وكل شيء، ولا يكونوا هكايا هما بيدهم بروفيزوار حتى القرارات تولي بروفيزوار تولي قرارات سفريد. قرار ايه لا نولي ندخلوا في واللي هو بيدهم يحسش روحه اللي هو مسؤول اول. هذا الاشكال وين صار؟ فبالتالي انا حسب رايي راهو هذا هي منتخب نحافظوا على الهيبه نتاع المنتخب الاكثر والاقل. بس الهيبه يلا الاجازه يا حمدي. اجازه وقت اللي ترشحت الترجي الرياضي التونسي للانكار وصارت القرعه، نهار اللي صارت القرعه نتاع الشامبيونز ليغ المفروض وقتها الترجي الرياضي التونسي تعرف اللي فما دوره لو 22 باش تصير في 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 ابو ظبي توا ولات في مصر. اي اي المفروض من وقتها هي يعني تراسل الجامعه والناخب الوطني وتقول لهم راهم اللاعبيه نتاعي انا اللي باش انت تستحقهم من المفروض راني انا راني باش نعول عليهم ونحب نحضر عندي مستقبل. الناخب الوطني ما يعرفش الشيء هذايا؟ نحكي انا شو ما نحكيش على الناخب، انا نحكي انا على المسؤولين نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي هما نورمالمون يتقدموا يعني برساله للناخب والا للجامعه اللي يحبوا يستحفظوا على جواراتهم. يعني الخطا من مسؤوليه الترجي في قناعتي. لا 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 اخلاقيا لا الترجي ما تنجمش تجي هي تقدم مطلب للكيب ناسيونال بربي ما تما لا لا هو تقدم تو المطلب. لا تقدمت بعد شوف تقدمت بعد شنو تو ولا من بعد سي فريد؟ شنو الفرق ما بين تو ولا من بعد؟ يا حمدي كي نعمل لك مطلب ونقول لك ما تعيطش لولادي فما فرق بين نعمل لك مطلب ونقول لك ما تعيطش وتستجيب لي، وفما فرق بين انت تعيط تاخذ القرار نتاعك ومن بعد نحكيو. ما هو انا كي نكلمك انا كي نقول لك النوادي مش تحكم لا مش تحكم لا مي هذه عندها مسابقه افريقيه راه عندها الانكار نتاع الشامبيونز ليغ يعني عندها العذر نتاعها تحب تحضر تحب تحضر تحب تحضر الجمعيه نتاعها يعرف اللي الترجي عنده هي ما هو علاش نعيط؟ ما هو هنا النقاش كان يكون من الاول سي فريد من الاول اجا خلينا نتفاهموا فيها النقطه هذه واضح ما ندخلوا للموضوع هذا واضح يعني الترجي اخطات والناخب الوطني اخطا. يلا سي يوسف إجاز على القائمة اللي التجا لها الناخب الوطني منصر الوحيشي معاه المدرب أنيس بوسعيدي. شوف لا نتكلموا باش كيفاش يقولوها هما ما نتعاملوش بحر لازم نتكلم بكل صدق. بكل هي هذا هو نرجع الكلمة برك قلت المنتخب ما كانش محترم فالقرار نرجع القرار بعد 72 ساعة عملوا ديزينياسيون وهذا اللي طاح فيه المسؤول الاول على الامور الفنيه نتاع المنتخب اللي هو الناخب الوطني ما حمدي قال لكيب شو اسمه الفيدي الاسبيرانس الرد على واحد اكزاكتو ما عندهاش الحق ليش ما عندهاش الفاش قام الوقت تمش تبعث هي يا اخي شبيه الناخب الوطني ما يعرفش اللي هو هذا كما قلت انت توا وما يعرفش اللي هو لو 27 يروح ما يعرفش ليكيب ناسيونال لا 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 الاسبيرونس باش تلعب لو 29
هذا واضح. يعني واضح. هنا الخبرة، الخبرة بتاع منصر ممكن اللي قلت اللي قلته وتسيير. تبعني عاش، تبعني في في, في 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 تحليلي لل 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 تحليلي ماهوش في الأشخاص، تحليلي في لا كونتينيتي دابليكاسيون لو معنى لو بروغرام تو ليكيب ناسيونال. حتى في حتى في الكونفوكاسيون هذه اللي تعملت ما فماش كونتينيتي للمستقبل، وحتى في الرامبلاسمون اللي تعمل نقراوه ما فيش ما فماش المستقبل. شوف شوف هي هي طيب انت هنا شكون هنا من الاول براون رجع طيب تنجمش تقول لي علاش رجع؟ هو يقول لك مش انا نقول ليه علاش هي احنا عايشين شنو علاش رجع براون علاش تنحى وعلاش رجع يا اخي مش كونتينيتي في ليكيب ناسيونال هذه ان دو انت عيطت ليكيب تاع ليسبيرانس وهنا ما سامحني اخطات في المسحه كره قدم التونسيه اخطات في قيمة الكيب ناسيونال على خاطر تراجعت وكي تراجعت طيحت من قيمة المنتخب وهنا الكلمة اللي قالها فريد المنتخب كي يخرج قرار وهذه فيه قانون اللي ما يجيش دوز ماتش صح دوز ماتش هذه حاجة الرمبلاسمون اللي صار شكون الرمبلاسمون حمزة مثلوثي اللي سمحني قبل هذا نحيت كارديان دبيت وما رامبلاسيتوش حب يقول الاستدعاء الأولاني ما عندوش معنى صحيح ولا لا؟ راهو الشيء اللي صار توا حمزة المثلوثي كان قبل موجود ولا مش موجود؟ شبيك ما عيطلوش من الأول؟ جاوبني شبيك ما عيطلوش من الأول؟ يجاوبك مسار مشينا يا يوسف سمحني كانك أنت مقتنع به هل اللي نحيته في البوست ريال دروا لا. هل نحيت في البوستر ريال دروا يحب يقول اختيارك ماهوش ما عندوش تفكير نتاع استعمال نعطيك الثاني اللي شكون الزدام الزدام في بقعة شكون في بقعة دقاء الزدام لاني ديرنيير شلعب في الاسبرانس شلعب في الاسبرانس ملعبش برش تعتبر انت اللي كات ماتش لو سي ماتش لو سات ماتش يلعبهم في اسكندرية يسمح له باش يكون في الاكيب ناسيونال هل في الاكيب ناسيونال عنده استمراريه باش يمشي للكوب للكاليفيكاسيون لو موان جوان لا فوضى كبيره ناخذ اللي حطيناه في بقعه مريح مش فسخ عقده مع غندري غندري مش فسخ عقده مع مع عجمالي عجمالي عنده هذايا معناه مستقبل في الاكيب ناسيونال شفت هنا الاختيارات ما عندهاش استمراريه للهدف نتاع المشاركه هذه نتاعنا اللي باش نحضروا فيها موجوا واضح جدا على قد الخير سيوس حمدي حمدي انتهي وقت الاشخاص لا سامحني سامحني خالد نتاع رؤيه نتاع فيزيون وعلاش قلت لك هنا اليوم اليوم للامانه 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 ضعف شخصيه منتصر الوحيشي في اداره القائمه انا نقول عاد سامحني انا نقول ضعف الشخصيه نتاع المدرب مش نتاع الشخص عايش خويا خالد شنو هو سيوس هذه فوضى كبيره في تسيير كره القدم في شخصيته عايش خويا ما فيش كون لا في برنامج معينه اي باضافه في شخصيه منصرف في تقديم برنامج للمنتخب هكا باين صحيح كلمه برحمه خالد ضعف شخصيه شوف, شوف هي, هي 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 هيبه المنتخب تمست هي تمست كامله نكملوا هي احنا شنبر خنقول انا للمكتب الجامعي انا نقترح عليه يقلب توا يولي بوسعيدي هو الناخب ومنصر هو المدرب داكوردو خاطر هو الناخب الوطني هو الذي ينتخب اللاعبين معناها لا ديسيجن فينال نتاع الشوا للناخب هكا ولا ولا انا غلط اي الوغ شيز بتكون عنده الناخب اهم حاجه بتكون عنده عين عنده رؤيه باش تميز بين هذا هذا وذاك السي الناخب الوطني ما شافش مميش في الكوب دي مون جونيور واعتبره ميم با كاتريم غارديان بعتو دانكو اول فرصه عيط له في السينيور معناها يا اما ما عندكش عين يا اما انت قبل ظلمت الراجل وتحب تكفر عن ذنبك معاه يا اما قاعد تهز وتنفض وبالتالي احنا مسينا الهيبه مسينا وبدلنا نكملوا نبدلوا هالي دو تيتر هذوما ونقلبوهم بين البوسعادي وال 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 يعني البوسعادي احق من منصر الوحيشي بكلمه ناخب هني اعطيتك انا قلت لك السيد هذايا جارديان قدام عينيه
في ليكيب ناسيونال جونيور في المونديال ما هزوش من با كاتريام اللي هو كان نورمالمون برومي غارديان بعد برومي ولا دوزيام فهمت بينه وبين الجزائر بعد تو دانكو ما تلقاهوش والزوز اللي عيطت لهم على الاساس انهم جهابذه حراسه المرمى اللي مش يمنعونا ليكيب ناسيونال ما مش موجودين شوف الزون ديسباري مش موجودين اصلا انا وتو دانكو ولا لك مميش باهي وعيط له ليكيب ناسيونال سينيور يا ابو الرب باختصار انا باختصار نقولوا انه هذا كل الحاجات اللي صارت كل ديما نعاود نرجع نقول على خاطر الممرنين اللي موجودين بروفيزوار ما همش يركزين ما همش ممرنين رسميين باش ياخذوا القرارات اللي هما باش تحمل مسؤوليتها اليوم هو بيدو يقول لك انا مؤقت فبالتالي القرارات تكون معتها فيها مؤقتة شويه فيها محبات وشويه ماخذت خاطر وشويه كيف ما قال سيوس ما فماش رؤية اللي باش انا نربط بها المباراة اللي عندي في جوان دونك ممكن كان جاوا بوتيتر هما المدربين الرسميين في المنتخب احتمال ممكن ولكن مانيش موافق مايش ما سنتشاف شخصية المدرب صار عنده شخصية انا مش قاعد يا سيوس رأيي وقت اليوم تولي فهم بيرتورباسيون على مستوى الاختيارات والخيارات في ظرف ساعة نغير أربع ملاعبية هنا اليوم نحكي على شخصية مدرب انت ما تحبش تقبلها كمدرب اخلاقيا هذا من حقك تدافع على زميلك من حقك سيوس من حقك حمدي انك تدافع ولكن من حقك عليه شخصية تظلمه ما ظلمتوش ماهيش شخصية عايش خويا توش يوسف احنا عندنا ساعة نحكيو على المتسرب وسعادي وبعد تقولوا لي ما نحكيوش على الاشخاص ما نعرفش شكون نحكيو على الفونتون قادي نحكيوا يا خويا نحكي على المتسرب والمسعادي ما عندي حتى اشكال يا اخي عندي ما عرضه واللي ورثه انا يا اخي ما انتفقش معاك يا متصرف اللي عملته شنو المشكل كانوا يتغشش يتغش لا قلناها ما انا لا سبيناه ولا قلنا ولا شككنا في كفاءته عبد الباقي احنا مشى في توجه قلنا له راك غلط عبد الباقي يجب يكون هو صحيح يا خويا ان شاء الله يطلع هو صحيح ما نعطيش كي عبد الباقي قلناها هذه راهو الاختيارات مانيش راضيين عليها لكن كلمه هو ما عندوش شخصيه شكون قام بها الاختيارات قاموا بها اشخاص الشخص هذا يتحمل مسؤوليه الاختيارات وبالتالي انا جو مدريس منصر والمسعادي بكل ود قبلوا ما قبلوش وما حرار بربي الجورني فيفا معموله لواش الجورني فيفا معموله تحضيرا للماتش لي ماتشات الماتشات اوفيسيال اللي باش يجيو هذا هو الور بالنسبه للمنتصر وبالنسبه لواحد بالنسبه ليهم هما جاوا باش يعديوا التورنوا فتره مؤقته الور بالنسبه لي عمل رؤيه ما فيهاش فيزيون حب يقول ماهيش مشكله شخصيه مشكله اختيارات شخصيه حتى هوني خالد اختيارات الشخصيه نتاعو هو حر فيها حتى هوني خالد مش حر فيها لا مصلحه البلاد فوق كل اعتبار مصلحه كره القدم التونسيه فوق كل اعتبار لكن كل ناخب وطني هو حر يعمل اللي يحب كفينا من الفوضى اللي عشناها في المنتخب منذ سنوات سيوسف برشة تداخل وبرشة أسماء دخلت وخرجت وبرشة سمسير صار فيك الأسماء هذيك 40 لاعب تعدي شنو ذنبه هو كعينه ذنب الجامعة والإدارة الفنية هو شنو ذنبه شنو ذنبه على الأقل يقوم بالواجب نتاعه يقوم بالواجب المهني نتاعه والمقدس هذا اللي هو هذا واضح جدا رأي محدود جدا خالد قبل حكيت المول اسبيرونس هي رأي تتقدم بطلب يعني للجامعة هاو علاش طلبت سيوسف يا هل ترى الاسبيرونس ما عندهاش فكره اللي المدرب ولا الناخب باش يعني باش يعيط من جوارات من جواراتها مين تعلم مين تعلم انت رجلهم مش عايط مش عايط سامحني يبعثوا لهم لا 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 يرسلوا لا هذه لا كوميونيكاسيون فوالا بيان سور تيست تليفون وتكلم راهو انت عندك كذا كذا وحنا عندنا كذا كذا باش تستحق ولا ماكش باش تستحق وقتها انت تراجي تحكي معاهم تقول لهم انا راني عندي مسابقه افريقيه ماذا بيا راهو في الجورني فيفا هذايا ما تخليهم لي نستحقهم راني انا واضح جدا كوميونيكاسيون حكاها سيوسف صحيح اما هذا راهو صار وصار فيربالمون ما صارش عن طريق مطلب رسمي صار فيربالمون وبعد تالي فيربالمون يعني شنو لازم حاجه فوالا تثبت لا ما صارش بصفه رسميه بمكاتبه ما تنجمش يا حمدي صار قالوا بالله راهو حاجه ما تنجمش حاول شوف معاك ما تنجمش منتخب تعمل مطلب تقول لهم راهو منتخب راهو اما هي ماهيش مشكل دوره وديه راهي تورنوا كان ينجموا من البدايه راه متلافاو الوضعيه هذيا ما عيطوا بالجمله نرجعوا للكوميونيكاسيون اللي قالها سيوس اللاعبية اللي ممكن تحتاجهم في الفترة الجاية وما فهم عادش راهو اليوم إذا كان توصل تعيط المجموعة في قائمة وبعد تنحيهم سامحني راهو هوني منتخب هوني قيمة الكوميونيكاسيون قبل ما يعيط في مصر الدورة يا سيدي بطلب من علي معلوم
انا نرجع انت تعاملت مع الوضع نتاع اللي جاي. نرجع اليوم انا يوسف في الكوميونيكاسيون اللاعبيه ولا انت تكون موجود امام الوطني؟ لا لا يا عايش خويا خالد تمشي اللي كي كل لاعب نعيط له ما يجينيش ويفرض الراي نتاعو ويفرض الشروط نتاعو على المنتخب الوطني التونسي وما تعرف انت كي ترفض دعوه في جورني فيفا وانت لاعب محترف وما تجيش ما عندوش الحق يرفض مع هو رفض وما جيش شكون علي معلول لا باتفاق مع الناخب اتفاق مع الناخب توا مثلا كي تنحاوج مع هذوما باتفاق مع الناخب سكر الموضوع نتاع المنتخب سي يوسف سكر. فوضى تسييريه وقراءه خاطئه من منصر لوحيشي وانيس المساعدي في قائمه المنتخب الوطني التونسي وراهم فما حتى ملاعبي يا منصر ويا انيس اقوى من المنتخب الوطني اذا كنت تحبوا تواصلوا على راس المهمه هذه لازمكم تكونوا قويين شخصيه مع كل اللاعبين ومع كل الجمعيات هكا لا شخصيه ولا قراءه ولا رؤيه مستقبليه للمنتخب الوطني التونسي ونغير المنتخب اللي ان شاء الله يقدم دوره محترمه جدا في مصر ضد المنتخب الكرواتي نهار الجمعه الجاي ونهار الخميس نحكيه على ما قبل مباراه تونس كرواتيا ونهار الثلاثة الجاي منتخب تونس ان شاء الله يلعب الفاينل ما يلعبش المباراه الترتيبيه نمشي لك حمدي دربي العاصمة الترجي التونسي وفي لعاداته ينتصر في الدربي هدف مقابل صفر ولكن ما شاهدناش كرة قدم تحترم للأمانة من الفريقين صحيح خالد بصراحة يعني الدربي ما كانش في تطلعات الجماهير الإفريقية وإلا ترجية بكل صراحة ما شفناش مستوى فني كبير ما شفناش يعني مقابلة تخليك تتفرج وتتمتع يعني بالدربي العاصمة وزوز فرق كبيرة وعريقة وعندهم تاريخ يعني كرويا في تونس تحس لي المقابلة هذية كل فريق كان يعني نوعا ما متحضر للفريق الآخر اللي قاعد تكتيكية أكثر منها كانت فنية يعني شفنا مقابلة في على الميدان كانت تكتيكية أكثر منها فنية تكتيكين يعني نشوفوا نحن اللاعب الدربالي لما في الـ في الـ في الـ في الخطه اللي يلعب فيها تحس اللي قراءه كاردوزو للنادي الافريقي وهي نقطه القوه نتاع النادي الافريقي اللي هي الجهه اليمنى نتاعو هو فيها الزعلوني فيها اصرار فيه يعرف اذا باش يحط بوقره والا غشه في المكان هذاك ينجم يعمل له مشكل يعمل له قلق اللي دربالي في من الناحيه الدفاعيه ينجم يعاونه وينجم يوقف نقطه القوه نتاع النادي الافريقي من الشيرة هذيك قعد يلعب على الشيرة اليمنى اللي فيها بوشنيبة وفيها ساس من وحاول يدخل للنادي الافريقي من الشيرة هذيك لكن النادي الافريقي بكل صراحة كان يعني حاضر تكتيكيا حاضر يعني حاول يسكر يعني مفاتيح اللعب نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي هي كانت تقا وكانت زكريا وكانت اولو ونيا نجح بالضغط اللي عامله وبالمركاج يعني اللي عامله على اللاعبين هذوما خلى الترجي الرياضي التونسي في مشاكل خاصه في خروج الكره خاصه يعني في البروغرسيون تطوير الهجمه اللي تلز بعض الاحيان الترجي الرياضي التونسي في تطوير الكره لكن هنايا نحكيو على جزئيات وجزئيات نجم تكون على النادي الافريقي كما تكون على الترجي الرياضي التونسي جزئية النادي الافريقي في الدربي جزئية قراءتك انت في قراءتي انا هي جزئية نتاع كونسنتراسيون نتاع حضور ذهني في وقت معين كان المفروض يعني شريفي يعني كتشوف انت لقطة الهدف من البداية نتاعها يعني التسرع نتاع شريفي يعني في تمرير الكرة لزميله يقصها الدربالي ويحط كرة في الظهر اللي رودريغيز يرقى روحه براتيكمون وجهه لوجه مع معز حسن هنا فما اخطاء اخرى صارت من بعد غلطة الشريفي اللي كانت في التمريرة كانت غلطة وكانت يعني في قراءته يعني كيفاش باش يدافع على الكره نتاعو ويستميت على الكره نتاعو ما كانتش كيما يعني المطلوب وما كانتش فيها صنعه وما كانتش فيها خبره المفروض كان ينجم يحط بدنه مع رودريغيز كان ينجم يحط يده باش يعطل يعني الكورس والفيتاس نتاع رودريغيز حمل مسؤوليه الشريفي يعني اول انا قلت لك انا الاخطاء يعني هي راهي جماعيه هي بدات من الشريفي بعد فما تغطيه من اسكندر العبيدي اللي ما قامش بالتغطيه اللازمه وخاصه نحكي هنايا على دور الحارس المرمى اللي كان على الخط نتاعو براتيكمون نورمالمون يعني حارس المرمى كان يكون على خط نتاع 18 متر اللي هو يولي الليبيرو نتاع 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 الفريق هنايا نحكيو على يعني حضور ذهني يعني بالنسبه للاعبين خاصه بالله يا جماعه يعني على خبره اللاعبين وعلى اللمس نتاع اللاعبين في مواقف اللي تخلي ترجع الفريق نتاعك يعني في 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 صعوبه والا في خطوره يعني اللي تنجم تكلف هدف
واضح جدا قراءتك يوسف لدربي العاصمة كرويا قبل ما نحكي على الإشكاليات اللي صارت ما بعد الدربي والبلاغات والبلاغات المضادة من هيئة الإفريقي والإدارة الوطنية للتحكيم. احنا قلنا قبل الدربي راهو ما عندوش أحكام مسبقة، وقلنا في التاريخ ديما الإكيب اللي هي تكون ما عندهاش حظوظ هي اللي في الحالات الكل هي اللي تتفوق في الدربي. بون هذه في النتيجة ما صارتش، لكن المقابلة كي صارت ما هوش مستوى كبير ياسر، لأن الكل يلوجوا على النتيجة. هنا تكتيكيا راهو التكتيك والتكنيك يربط بعضه، خاطر إذا تحب تنجح في التكتيك لازمك تكون تكنيك ما كابابلي. وهنا المدرب نتاع الترجي التونسي معنا أول مرة نشوفوا الترجي التونسي ما استعملش الدومينو نتاع لعبه، الدومينو نتاع لعبه اللي هو ياخذ اللعب خلى اللعب الإفريقي لو هذا ما خذهاش هو. وهنا نجح. علاش نجح؟ لأن في الفترة الأخيرة النادي الإفريقي يتعدى في صعوبات تكتيكية بحتة، اللي هي في الفترة ما قبل المدرب اللي كان موجود تو كان فما القوة متاعه هو كونه التسلسل متاع الهجمات متاعه واللعب في المساحات، واللعب ديما المهجوم يلعب دون لي زيسباس. في الفترة الأخيرة اللي تغير ولات فما وقفة على مستوى الفريق، لكن الوقفة متاعه ما ترجمتش على مستوى الانتقال من الحالة الدفاعية للهجومية. وأكبر دليل على هذا في المقابلة هذه كسبوا اللعب لكن بغير حتى فاعلية وكأنه تحب تقولي اللي فيه دو سوربريز تاع كاردوزو باغت به منظر الكبير باغت به، خاطر ما يجمش باغت به مقابلة كاملة في شوط أول كامل. هنا لا ليس لا ديفيرونس متاع إكيب ضد إكيب. إكيب ماشي في توجه سليم وعندها نقلة نوعية في الفترة الأخيرة، يسو لو سانكيام ماتش دو سويت فيكتوار، هذا ما يأكد للفريق ماشي في النجاحات متاع الفيكتوار. وفريق اللي تونتران قاعد يلوش في الهوية متاعه اللي هو النادي الإفريقي، قاعد يسترجع في أنفاسه بصعوبة. أيوه قاعد يسترجع فيها بصعوبة، خاصة فيزيكمون بصعوبة. ولا لكن الحالة اللي هي شو نقول، أنا نقول اللي الأمور التكتيكية كانت ناجحة أكثر للترجي التونسي في طريقة غير اللي متعود عليها، وهذا نعتبرها نسبة نجاح في النتيجة 1-0. والهدف اللي صار ما هيش غلطة، هي الغلطات كل، لكن الدومينو متاع الادفرسير الدومينو متاع الاسبيرانس هو وقت اللي يفك كرة ويلقى روحه في ترانزيسيون على فيرتيكاليتي اللي طرفين نحبها هكية نجح فيها. وهنا لافون سنتر في الفترة الأخيرة ولا واقف على ساقيه، خاطر من ضيع الكليبر لكن ما طاحش وكمل ولا بلاسي لا بال. ترجع للغارديان بوت، اسلوبه اسلوب الغارديان بوت نتاع معز حسن، معز سي تان جوار يلعب ديما في السيمتر ما يطلعش ما يعملش في الليبرو، وهذا مشكل. لا ما يعملش واضح جدا. قراءتك فريد دربي العاصمه قبل ما نمشيو اللي ما خلفه الدربي من كلمات؟ قبل كل شيء بون النيفو كان متوسط وفي بعض الحين حتى تحت المتوسط، هذا ما منتظر، لانه شوف تقعد شهرين ما تلعبش كوره ما تنجمش تضرب. باش نشوفوا لحد الان قاعدين نشوف في بلاي اوف مستواه عادي جدا. بالنسبه للماتش انا نشوف العكس، انا نشوف منظر الكبير هو اللي باغت كاردوزو، مش انا نشوف العكس. كيفاش هو الكاردوزو يتركز برشا على البوزيسيون دو لا بال، معناتها يحب يستحوذ ويحب يدرج بالكره القدام. هذه بطبيعه الحال منظر كبير قرا لها حساب. نادي افريقيا طلع ضغط عالي صح، وضغط على المفاتيح نتاع الوسط نتاع الاسبيرانس. تو دابور يبريسيو مرياح وروجي، هذا مع خروج الكره وزكريا ومام طون عاملين ماركاج لساس وتقى. دونك هون الاسبيرانس ما لقاوش لي سوليسيون باش لا يعملوا بوزيسيون ولا يقدموا الكره. وين نجحت الكلوب دو سنه نجحت الكلوب باش نقول لك بعد وين نجحت وين ما نجحتش. دو زاد عاونهم على حسب رايي، زاد عاونهم لونترنور تاع الاسبيرانس
في التمركز نتاع الدربالي، على خاطر انت كي باش تحط الدربالي، والدربالي اصله لاعب ارتكاز وبيدو، والدربالي ماتش كامل براتيكمون على الوسط. صحيح راهو الدربالي تحط في الكوتي هذيك على خاطر التعلولي، على خاطر انا كنت نخير يلعب بوقره ولا غشه ولا بوكيا يلعب ويوقفوا الزعلاني في زعلولي. في 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 زعلولي يوقفوه في المنطقه نتاعو على مستوى انهم يهاجموه افضل من اللي نحط ملاعب. ولكن الدربالي سي فريد كان وراء الهدف باس ياسر مزيانه كيما نتاع غيلين اللي فسخ بها تقريبا دفاع قريب، ولكن الى راتيسو ماتش ما كانش الحقيقه، كان بعيد على المستوى. هوني الترجي ضعف هجوميا، على خاطر اذا كان الجمعيه باش تلعب عملت عليك البريس في الوسط والماتش كله راه تلعب في الوسط، انت اوتوماتيكمون باش تلوج على الرجور شويه، انت في الرجور ما عندك حتى شيء، قاعد لك كونشي الكوتي دروات كوتي غوش ملاعب يبدو يدخل الوسط. اور في الماتش ولينا نشوفه في 10 ملاعبيه في الوسط بين الكلوب وبين الاسبيرانس. الكلوب نجحت تكتيكيا على مستوى انها توقف الاسبيرانس باش ما تبنيش وما تصنعش الهجمه وما يخلقوش الفرص، ونساو الهجوم الناحيه الهجوميه بتاتا. هذاك علاش تسمع تويك يقول لك الكلوب ما عملت حتى فرصه، الكلوب ما وصلتش الكاس. صحيح لانه نادي افريقي مشى اكثر في الفكر انه يوقف الترجي على مستوى وسط الميدان وما يخليهش يلعب وما يخليهش يدرج بالكره وما يخليهش. دونك الترجي وقتاش الترجي بداوا يلقاو لي روبير نتاعهم شويه، كي دخل بوكيا على جناب ودخل الشعلالي الاثنين، الشعلالي اعطاه اكثر اكيليبر في الوسط، والشعلالي نعرفوا عنده يعطي الاكيليبر وعنده الباس الكره نقولوا احنا القطريه اللي يكسر بها ليليني والليترونجي اللي دخل في الكروار دار الدوزيام ايطا ما شفتش الزعلولي في السنتر. دونك هوني لانترون تاع اسبيرونس حسب رايي انا هو صلح من بعد، كان المفروض الزعلولي يحط له مهاجم في الكولوار، اولا ينجح هو هجوميا، ثانيا التنشيط تاع الهجوم يكون موجود، وحتى كي ضغط عليه النادي الافريقي كان يلقى الحلول على جنيه. كانك تحب تقول لي خاف شويه كاردوزو من الدربي او من الهزيمه في الدربي. انا حسب رايي احسب برشا المره هذه، لأن الماتش كان تكتيكيا. النادي الافريقي راهو طونسيون، النادي الافريقي على المستوى البدني يعمل مباراه كبيره، راهو النادي الافريقي تقريبا في اغلب ردهات المباراه هو قاعد يضغط عالي على الترجي. اوكي الحقيقه فما نقاط استفهام في وسط ميدان تاع النادي الافريقي، نقاط استفهام لانه كنشوف انا مستوى الوليد شهاب العبيدي الحقيقه امكانيات كي تشوف هكا سو البلان انديفيديوال موجوده، نحب نشوف شخصيه الولد هذه ويني. الولد هذا عنده 4-5 سنين تويكا سينيور على مستوى البناء، وسام يحيى اذا كان مع النادي الافريقي قاعد تحت رحمه ملاعبي نحييه وسام، تقريب 39-40 سنه بدنيا موجود، والتنشيط هو اللي ياخذ المبادره بشي، وربما النادي الافريقي كان ينجم يستغل. ليش قلت لك انا الزعلولي ما ينجمش يعمل الفارق في المركز نتاعو رغم عنده الامكانيات باش يعمل فارق، ما عندوش شكون باش يوصل له كوره، شكون باش يعطيه الكوره في المواقع اللي هو باش يعمل في ليزانترفال في الانتر ليليني واللي الكلوب افريكا ما لعب هذوك ما استغلتش ليزانترفال والانتر ليليني عنده لا بوسيبيليتي. دونك نقول هوني النادي الافريقي يلعب باش يوقف الترجي على مستوى والتنشيط الهجومي نتاعو نساء على مستوى التنشيط الهجومي، ما كانش فما تنشيط هجومي. الترجي حسب راي المدرب في اختياره في فكره التمركز نتاع الدربالي كنت نتصور انا يكون واحد من ثلاثه هذا يا غشة يا بوقرة يا بوكيا من البدايه، كان الترجي يمكن يلقى الاوروبير تاعو على مستوى التنشيط الهجومي. هذه قراءه سي فريد سيوس تفاعل صغير للامور الفنيه. نعم سيوس تفاعل صغير مع فريد، تفضل يلا باجازه. دار 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 فريد ايه وخرج بالحقيقه اللي هو خاطر بدا اللي كونه لونترونور دو كوب افريكا الى ريوسي تيوريك اي نا با ريوسي براتيك، نجح في فولي هو فولي اخر ما نجحش اما اكبر دليل فوزافي سيتي دو نو اللي هما ميليو تيران
الوغ باش تحبوا ينجح تكتيكمون الى بونسي مي براتيكمون التطبيق كان غايب. لا با ريوسي. وهنا جو سوي معناها موني في معناها نضاد نتفاعل مع فريد في اراء. انت قلت من الاول لونترنور دي كلوب افريكان نجح على لونترنور تاع ليسبيرونس. اي اللي لا نتيجه تاع سيربريز. لا نتيجه لا اداء. لا فما حاجه اخرى سامحني خلينا نكمل. هو زاد شوف هو شقال شوف الستاتستيك شوف الستاتستيك تاع ليسبيرونس. مش كاين ستاتستيك راهو ليسبيرونس حتى ليسبيرونس حتى اوكازيون مش كاين الكلوب حتى اوكازيون. مش حكايه ستاتستيك مش حكايه ستاتستيك حكايه الرؤيه نتاع المدرب نتاع ليسبيرونس اون فان كونت هي كي ا دوميني لو ماتش. لو ماتش فاش كي لا دوميني كو لادفيرسير ما عمل حتى اتاك. انا ما نعملش معاك اتاك وما هبطش باش يعمل كونسيرفاسيون والتدرج. لا ما هنا يا سي يوسف عندك كي تلعب ما هبطش باش تعمل التدرج. وهنا الاختيار نتاع الكوب افريكان في البريسينغ وهنا عملنا المثال نرجع للمثال نتاع ليتوال مع بن يونس وقت اللي مشى قلق ليسبيرونس على لاك سنترال خسر 2-0. الانرجي اللي حطو باش يوقف بريسينغ ما استعملش. انت كي تعمل بريسينغ يلزمك تستعمل بريسينغ تستعمل بريسينغ انت لا خذيت بريسينغ ولا استعملته. ولكن الور لا تيوري اللي عملتها انت في البلان داكسيون بس تيوري مي او نيفو براتيك سا نا با ايتي براتيكي. من شكون هذا؟ من المدرب ولا من اللاعبين؟ سؤال لا من معناها فما هكا قال هو من اللاعبين. علاش اللاعبين ما كانوش في الـ في الـ في الـ في الفورمه نتاعها في الفورمه هما اللي معروفين افكار المدرب نتفاعل فيك في اجازة الله يخليكم 10 دقائق معك تكملوا فيهم المواضيع نتاعنا. باش نقول لك انا نتفاعلوا احنا باش نقول لك علاش قلت لك منظر الكبير نجح. منظر الكبير انا حسب رايي فسخ الملاعبيه نتاع الترجي فلوس الكل. جو سوي با داكور. اعطيني حتى كيفاش فريق بشويه خليني نعطيك رأي زكريا فسخته ما استعملتهمش. شوف يوسف شوف لي نمبر دو زوكازيون. اعطيني لا مش نمبر دو زوكازيون اعطيني الاربعه ملاعبيه روجي وتقا وزكريا لا بروف ديجا في مجوز خرجنا. اعطيني في الماتش هذايا شكون كان النيفو تاعهم؟ كانوا كلهم اوت كلهم ما نجحوش. ليه ليه في الدوره تاعهم ما نجحوش؟ سامحني سامحني يا سيدي منشحوش. يا سيدي انت لونترنور دو كوب افريكان جيت وقفتهم توقفهم الواء مش توقف وتقعد مربع يديك؟ ليه بيان سور سي توقفهم ولا لا لعبت ما خليش كون يلعب. ما هو هما نجحوا على مستوى انهم يوقف الترجي في وسط الميدان. كلمه نجاح كلمه نجاح ما تتطبقش. قلت لك في البلان نجح دفاعيا البلان تيوري في البلان تيوري موجود نجح دفاعيا في البلان براتيك لا. هنا المشكل بتاع لي جوار اللي موجودين فريد معناه تفاعل فهمت علاش قال لك شي ترجي خلق دي زوكازيون في الماتش هذا يا ولدي ما خلقتش. انا علاش ما خلقتش خاطر لقات مشكل علاش تقول علاش تقول فريد يحب يقول بالنسبه لك انت لونترنور داك افريكان لعب باش ما يخسرش لا 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 مشى مشى نقاط القوه نتاع الترجي معناه براتيك ما صارش اللي يحب عليه. مشى نقاط القوه نتاع الترجي باش يوقف الترجي في نقاط القوه نتاعه نجح في المستوى هذا لكن هجوميا ما كانش واضح 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 التفكير صحيح واضح الفعل لي فما ملاعبيه ما عاونتوش باش واضح القراءه الفنيه واضحه يعطيكم الصحه. قالت قال احكي على المزياني احكي على الشباب العبيدي اش قال من لونترنور قلت له وخروج اصرار في زاده معناها تيوريكمون الى بيان فو باش يبلوكي الادفيرسير باش يجم يشتغل لكن الى بلوكي وما اشتغلش. قراءه فنيه محترمه جدا لدربي العاصمه. ما خلفه دربي العاصمه سي عبد الباقي بلاغات وبلاغات مضاده. النادي الافريقي يشتكي الى الجامعه للاداره الوطنيه للتحكيم يقول هالاداره هذه اداره فاشله ظلمتني نحاتي الحق نتاعي غرف ظلمه وبرشا كلام تقال. كيف كيف الاداره الوطنيه للتحكيم ترجع وتقف مع درساف القنواتي اللي شكيت برئيس النادي الافريقي السيد يوسف العلمي بعد التهجم اللي صار عليها في المان كورونت او في الميكسد زون نتاع المباراه. قراءتك في هذه الصوره وتنعدي لكم فيتيير خاص بما قيل في شخص درساف القنواتي حكمه الفار. شوف بالنسبه لي انا قلت ونعاودها تحكيم هيثم قيرات كان تحكيما جيدا وبشهادة وتقييم كل المختصين في المجال التحكيم. أنا نسمع في ناس تحكي شبيه ما عيطتلوش يشوف الفار في اللقطة متاع ساس. يا ناس يا مش يا تبعوا وثبتوا وشوفوا القانون شو يقول يا نسكتوا.
راو في اللي كات كادو فار، الفار وقتاش عيط الحكم، عيط له إذا اختلف معه في القرار، أنا الأربيتر قال هكا والفار يشوف أوترومون نعيط له، أو شك في صحة قرار الحكم يعيط له قولوا زيد ثبت، أما كي يكون متفق معه في القرار ما عيطلوش. بالتالي مش كل يبدأوا سي عبد الباقي متفقين على حاجة غلط. آه. يبدأوا متفقين على حاجة. الله غالب مشيت في الحشاشي. مشيت في الحشاشي. فوالا ما. هذاك هو هذاك هو قانون الفيفا. إلا ما إلا ما. إذا كان اتفقت أنا والأربيت. سامحني. طلع قرارنا غلط. غلطة غلطة. قرار فهمتي من الفار ولا من الحكام غلط. شوف يا. إلا ما يطير له يعني وجهه. باش نقولوا نحن يا حمرا. يا حمدي خلينا نحكيو بلاش عواطفي. لا اسم لا مش عارف. انا نحكي على البروتوكول دو فار. سي عبد الباقي. انا نحكي على البروتوكول دو فار. سي عبد الباقي. البروتوكول دو فار يقول لك شعدنا في الكلوب وترجي نسيه. لا لا نحي الاسبيرو نحي الكلوب نحكيو على اللقطه نحي الفار. نحي الكلوب ونحي الاسبيرو. اللقطه ورقه صفراء وصحيحه. ما لا ماهيش ورقه صفراء ورقه حمراء. ثبت القانون ثبت القانون نعطيك نعطيك القانون مالوريزمون القانون ثبت القانون الا القانون صار ثمات السيتي وليفربول عند الجمعه باش تولي عند الجمعه السيتي وليفربول عندك عم ناول جاك مبي ماتش المستير عندك عم ناول اصرار في يا سي عبد الباقي في في تو تقر اللي في حاجه بحاجه سامحني لا انا عندنا كاد بيون تصيقه البوطه برك دم في دم تو تقص فيا انا ما قصيتكمش عندي ساعه نسمع فيكم يا حمدي باهي تفضل كاد بيون افون ارجع للقانون شوف بيه. القانون ثم بيون افون لعب بالكره بالبيون لعب حتى القانون وثم بيون افون اجريسيون بالبيون افون ثم فرق فينا هذا مزوج وثم شنو ما تحقش قانون هذا يا سي عبد الباقي كي فيها قانون شو تقول ما فيش قانون تبرر هاو نبعثه لك توا ونعطيك الواحد شنو تقول لي لا تحبها انت تقيمها لا سي عبد الباقي انت تحب تقيمها حمرا وتولي حمرا يا ودي انا في الكلوب وشهمني في الاسبيرونس انا سي عبد الباقي انا كان بونتا جات على قدم فمتي نتاع جوار نتاع نتاع صفير عطاوها ورقه حمراء وهذا يسيقوا في وجهه ماهيش يا خويا تو دخل في شعبان دخلني في لقطه اصرار في تو احنا نحكيو على الماتش فيكس نرجعوا نحكيو على الماتش فيكس ونحكيو يعني خلينا في الديربي مازالوا عندنا 10 دقائق في الحصه خلينا نكملوا الديربي البيون افون هذيك البيون افون هذيك كان صارت 20 الف مره ونذكرك حتى في وانت تلعب اه اليكسيس القربي هاي موجوده نجبدوها اللقطه نفس اللقطه ورقة صفراء نصر الله الجوادي يا ربيت ولعب الكرة علاش نحبوا نبدلوا القانون فيها هنا توا ثم في قانون يا اخويا باهي غلط هو غلط ورقه حمراء القنواتي شافتها صفر ولا الاربيتر شافها صفرة ما يعيطوش الا لبعضهم في الفار هذا شحب نقول انا اخويا باهي حمراء باهي حمراء اخويا هي حمراء غامقه واضح هي شافتها صفرة ولا الاربيتر شافها صفرة ما ثماش اختلاف القرار ما ثماش اختلاف القرار ما الفار ما عيطش يهديك واضح هذا قانون يعيط وقت اختلاف معك القرار انت تقول حمراء نقول صفرة او جيتك حمدي واضح قراءة سي عبد الباقي يقول لك هذا القانون وهذه قراءات الفار وهذه لوائح الفيفا شنو تقول في هذه اللقطات وقال لك أداء التحكيم كان جيدا في المباراة أنت حمدي المرزوقي ترى أنه الحكم هيثم جيرات ظلم الترجي ظلم النادي الإفريقي في دربي العاصمة أنا في اللقطة هذه يقول لك إي على مجمل المباراة على مجمل المباراة مانيش باش نحكي عليه برشا كان فهمتي موافق فيها لكن في اللقطة هذه ما كانش موافق كل صراحه لانه هذيا اللقطه هذيا اللقطه هذيا يعني كانت تاثر انت علاش علاش قلت حمرا علاش تاثر سلبي او ايجابي علاش قلت حمرا علاش قلت حمرا علاش قلت حمرا بناء علاش قلت حمرا بناء فهمتي على كان فسخ له وجهه تو وقتها نقولوا نحن حمرا تو هذا كلام هذا قال قرارات التحكيميه فيها قانون يهديك يا حمدي يا حمدي يا حمدي عايش خويا يا سي عبد الباقي يا حمدي عايش خويا ما تحكمش بالانطباع يا ودي اقصى التهور موجوده فيها هذه صفرة وين سوينا نجبوا القانون نجبوا تدفع اقصى التهور الا ما يمشي فوما باش نقولوا اذا كان نرجعوا للقانون استنى استنى او نس او تقول اسمع فيها اذا كان نرجعوا للقانون صفر على التونسيون تاعو اذا كان نرجعوا للقانون ونلقاو اقصى درجات التهور حمراء قسما بالله لا تشوفوا يجيوني نحترم واش رايك قانون نص موجود يا رسول الله واضح واضح نص موجود قانون هذا غلط تذكر قانون غلط ما هذاك القانون الساري تو
واضح جدا. التهور من ادنى مستوى الى اقصى مستوى. عبد البيت ورقه صفراء. ناس قالت صفراء وناس قالت حمراء. شكون من الناس اللي قالت حمراء؟ شكون قالت حمراء؟ فما ناس قالت حمراء وفما ناس قالت صفراء. شكون اللي قالت حمراء؟ هنيا انت تفهم اللي انت تفهم هنيا اللي فما حكي فما كلمه صفراء. خاطر كان جات صفراء راهو الناس الكل قالت صفراء، كان جات حمراء راهو الناس الكل قالت حمراء. اما كي تلقى لا مراد بن حمزه صفراء، زهمول صفراء، جمال الشريف صفراء، اش تحب اكثر من هذا؟ مراد تحب نحكي معك اوضح؟ مراد بن حمزه هي تولي زهمول كلوبيس، جمال الشريف سوري. انا نحكي معك برا اللي يعرفوا القوانين قالوا حمراء. سي عبد الله شنو تو تو لا يا فما ناس حتى برا مش في تونس. راك كونترولور، راك انت غدوه بمثل هذه المفاهيم، راك تنجم تلزم لاعبيتك للغلط. راك يجبك شو مدخل غلط انا يا ودي قاعد نقول لك كتاب قانون قريت ولا ما قريتوش شكرا للواد جو اللي عمو الوا ما فيهاش هذا الوا هذه كيفاش ما فيهاش الوا فيهاش الوا هكا يزفر من عنده الاربيتر ما تسحقش ما تسحقش يا ودي سلي على النبي هذيك انا يعطيتك لوكا الكسيس قربي يا سي عبد انت تلعب الكسيس القربي هذا يا راي يكون احترمه يا ودي انا يعطيتك ديكا انا يعطيتك مبيكي انا هذا راي كسبوا بتاع الاطوال عمير اللي قالوا له حمراء وتعطات صفراء ملقطه كوليبالي ضد ليتوال عمي اللي قالوا حمراء وتعطات صفراء واضح جدا راح تم لك ليفربول والسيتي واضح يعني كولا في صدره نفس الشيء قالوا في صدره حوار حوار شيخ بن سعد الباقي وحمد فما حوايج تتعمل بالقانون نحكي لك على الفار عبد الباقي حتى الفار حتى الفار عاملينه وذا انا عاملينه لعبه انا نقول لك انا الفار الفار كي سوى ماشي بيا لحكايه اخرى ولا حتى في السعوديه تو تحكي لي بحكايه اخرى صارت لخبطه يا ولدي وتغافلوا عليها يعني هنا ما تدخلنيش موضوع في موضوع يا قران موضوعنا 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 البيون افون البيون افون شنو هي القرار اللي اتخذ فيها وقتاش تكون حمراء وقتاش تكون صفراء هذا الموضوع تقول لي فار يلعبوا به وكذا انا اكثر واحد ضد الفار اول بشر لليوم اقول انا ضد الفار والحمد لله واضح وقلتوا لي لا والفار باهي مش صلح الكره ما لا ريضو توسكت وقاعده تصلح الكره انا ضد الفار والى قيام عيسى ضد الفار احنا نحكيو بيون افون وقتاش صفراء وقتاش حمراء لا تقول لي يا اصرار في هوك اعطيني المم كا بيون افون راه بيون افون سيق في سيق يا ولدي بيون افون خنعدي خنعدي اخر تقرير شكون مشى خلص لو تم ملاعب يلعب الكره ثم ملاعب يلعب بالكره بسيقه وملاعب مشى الكره بوجهه والله انت كنت لبرمي لبرمي واحد ارتيكل يقول لك الفوتبول سي تان جو دو كونتاكت دو فيريتي واضح واضح راك انت قانوني سي عبد البيقي بعد اذنك حمدي بعد اذنك وقت الحصه انتهى على غالب زربنا برشا لوقت اليوم شكوى من هيئه الافريقي حمدي الى بالاداره الوطنيه الى الجامعه درساف القنواتي تشتكي برئيس النادي نحب نعدي تقرير ما صار في كواليس ملعب رادس وبخصوص شكوى درساف القنواتي في شخص رئيس النادي الافريقي ثم لنا عوده للتعليق معك حمدي وحمله كبيره على رئيس النادي الافريقي تقرير ثم لنا عوده ليك حمدي التعليق على ما صار في كواليس ملعب رادس وبرشا كلمة قال في شخص الحاكمة شكوى إلى القضاء ودعم الإدارة الوطنية للتحكيم والإفريقي يشتكي بالإدارة الوطنية للتحكيم إلى الجامعة التونسية لكرة القدم ويتهمها اتهامات كبيرة بأنه الإدارة الوطنية هذه جاية خصيصا باش تاخذ حق النادي الإفريقي هذا نصر بالله شنو قال شوف خالد راهو النادي الافريقي من حقها باش تشكي ومن حقها باش تتظلم هذا شيء عادي بالنسبه لي انا كي ترى فما ظلم بالنسبه ليها هي من حقها باش تشتكي والا باش تتظلم هذه حاجه عاديه لكن انت لما تشوف البيلانتي اللي للنادي الافريقي في صفاقس الورقه الحمراء اللي هي عطاوها للصرارفي اللي هي ماهاش انا راه ماهاش ورقه حمراء انا نذكرك بماتش الاطوال والكلوب افريكان في 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 المرحله الاولانيه في السي دي بي وقت اللي حط ساقه على احمد خليل الفار ميم بارجع للوضع ثم نواه مبيته ثم نواه
ابراهيم وبيتا. خلينا نكمل لك خالد، انا حاجات كيما هكايا، هذا حاجات كيما هكايا، اذا ما النادي الافريقي ماهوش ماخو حقه فيهم، من حقه النادي الافريقي ومن حقه يوسف العلمي باش يشكي باش وباش يتظلم، علاش لا يا اخي وحرام باش يشكي. اما نوايا مبيتا ما نقولش انا نوايا، شو انا نوايا مبيتا ماهيش مشكلتي انا، اما انا مشكلتي انا النادي الافريقي من حقه باش يتظلم، لما انت نحكي لك على 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 ترواكا كيما هكايا، شنو معناتها ما عندوش ما يلزموش يتكلم، النادي الافريقي راهو جمعية كبيرة، راهو عندها جمهور كبير، من حقه أي جمعية وأي فريق تصير له تظلم يا خويا، تصير له ظلم من حقه باش يتظلم، ما عنده باش يشتكي وعنده الحق. هنايا شو يوسف العلمي صحيح راهو فما أخطاء صارت سفري، لكن هو راهو محب وراهو من الجمهور، وراهو هو أول واحد يدافع على النادي الإفريقي، ومن حقه باش يتكلم عن النادي الإفريقي، ومن حقه باش يشكي على خاطر النادي الإفريقي، وباش ياخذ حق النادي الإفريقي. واضح جدا. هل من حق يوسف العلمي او ما المجموعه اللي معاه في الهيئه انها تتهجم على حكمه على امراه؟ شنو تهجم يعني كيفاش يعني؟ اعطيني تهجم فيه راهو انا مش انه البيان كان واضح، البيان نتاع الشكوى كان واضح انه تقال كلام في شخص اللي ترى روحك مظلوم يا خالد، تعرف كلمه راهو اشو، كي ترى روحك تحس روحك انت مظلوم وتشعر به وتحس فيه وترى فيه على على قدام عينيك، راهو انت ما غير ما تشعر راك باش تتهجم على انسان، هذه حاجه عاديه ومن حقه ومن حقه، لكن هنا ما تعداوش الحدود. اكهو هو توا كي مشى يوسف العلمي بالحرقه على النادي الافريقي، بالحرقه على الظلم اللي صاير على النادي الافريقي من ناحيه التحكيميه لا اكثر لا اقل، هذا شيء عادي بالنسبه لاي رئيس نادي باش يقوم به للفريق نتاعو والى النادي نتاعو، خاصه عنده جماهير كبيره كما النادي الافريقي. واضح جدا حمدي. قفين ثانيه اخيره اللي كنت سي عبد الباقي بن مسعود، كيف سينتهي حال هذه البطولة وقت اللي الكل يشكك في الكل والكل يشتكي للقضاء بالكل؟ والله ينتهي بجمهور مثل جمهور الترجي ولوحات إبداعية اللي قدمها في الدربي هذية، اللي خلقت مهرجان آخر وخلقت جو آخر في الدربي خير من اللعب اللي كانوا يلعبونا فيه، والجمهور أثبت مرة أخرى أنه هو ملك الملاعب، والجمهور يأكد مرة أخرى أنه كي تعطيه الإمكانية باش يبدع يقدم إبداعات، وبالتالي خليه جمهور الكرة يتمتع بالكرة، خليه جمهور الكرة يعبر، خليه جمهور الكرة يقدم لنا مثل هذه المشاهد الجميلة جدا. أنا أقول برافو لجمهور الترجي على الصيت العالمي اللي خذاه من خلال هذا المهرجان اللي أقامه في الوبرافو للأمن الوطني اللي عرف كيفاش يتفاعل مع الجو هذا الجماهيري، وكان هناك معنا مستوى عالي جدا من ضبط النفس في التعامل مع الجمهور، بما خلى أنه كل شيء تم دون لنورم رغم التجاوزات اللي صارت، أنه الإفلام سيبوا وقت لعب الكرة، وهذا دعوة سواء الجمهور الترجي أو لكل الجماهير في الملاعب الكل أنه يلفوش وزير على الأقل الوقت اللي مش تعمل فيه الإفلام هذاك، لأنه قد يؤدي إلى مضرب فريقك معناها، فهمت؟ ونوه كمية الإفلام اللي دخلت هذيك ولما لا أورينا بالإفلام وما صرحت شيء، تصير العملية بتنسيق مع الأمن بيدو، ماذا ما حتى مشكل، وكمية الإفلام خلي الجمهور يشيخ، كمية الإفلام الكبيرة اللي دخلت يبدو لي طارت بعديد الرؤوس من الإطارات الأمنية في بن عروس. لا علمني أنا نحكي كورة من عرش المشاكل الأخرى ما نحكيهاش، أنا ريت منظر بديع منظر جميل، يا ليت من هنا الفوق الأمن يولي ينسق مع جماهير كل الأندية باش تعمل مثل هذه المهرجان. نعطيك مثال أنا وحضرت فيه في قطر، الألعاب النارية تصير في وسط الملاعب بتنسيق بين المنظمين والأمن والجماهير، والناس كلها تتفرد والناس كل شيخ. أحسن ما بقي من دربي يوم السبت هو ما قدمه جمهور الترجي من إبداع عالمي. واضح جدا. كانت هذه حصة الليلة لبرنامج سويعة سبور، حكينا برشا على المنتخب، حكينا برشا على تكوين الشبان، وحكينا برشا على الدربي. عذرا لجماهير السياسات والاتحاد الرياضي المنستيلي، نتمنى له كل التوفيق الاتحاد بمرور 101 سنة على تأسيس هذا النادي العريق اللي حقق أول انتصار مع الأسعد جردة في بطولة هذا الموسم، إقالة أو استقالة نبيل الكوكي من تدريب النادي الرياضي الصفاقسي. تتواصل مصاعب الملعب التونسي على مستوى مرحلة البلاي أوف، وبعض الكلمات تقول ممكن فما إمكانية إقالة حمادي الدو. كل هالمواضيع هذه باش نرجعوا لها يوم الخميس سيوسف، التي وحق الملعب التونسي والنجم الساحلي وحق النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري. يعطيك الصحة سيوسف نورتنا، يعطيك الصحة سي عبد الباقي، سي فريد كالعادة منورنا، حمد يعطيك ألف صحة نورتنا، دمتم أوفياء لقناة حنبال، ابقوا دائما معنا وتابعوا الرياضة على قناة حنبال نهار الخميس من 10:30 الليل كالعادة على قناة حنبال. تصبحون على محبة.